بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بالتجلي الأعظم في هذه الليلة من الشهر المعظم والمرسل المكرم أن تصلي على محمد وآله، وأن تغفر لنا ما أنت به منا أعلم، يا من يعلم ولا نعلم. اللهم بارك لنا في ليلتنا هذه التي بشرف الرسالة فضلتها وبكرامتك أجللتها وبالمحل الشريف أحللتها. اللهم فإنا نسألك بالمبعث الشريف والسيد اللطيف والعنصر العفيف أن تصلي على محمد وآله، وأن تجعل أعمالنا في هذه الليلة وفي سائر الليالي مقبولة وذنوبنا مغفورة وحسناتنا مشكورة وسيئاتنا مستورة وقلوبنا بحسن القول مسرورة وارزاقنا من لدنك باليسر مدرورة. اللهم إنك ترى ولا ترى، وأنت بالمنظر الأعلى، وإن إليك الرجع والمنتهى، وإن لك الممات والمحيا، وإن لك الآخرة والأولى. اللهم إنا نعوذ بك أن نذل ونخزى وأن نأتي ما عنه تنهى. اللهم إنا نسألك الجنة برحمتك، ونستعيذ بك من النار فأعذنا منها بقدرتك، ونسألك من الحور العين فارزقنا بعزتك، واجعل أوسع أرزاقنا عند كبر سننا وأحسن أعمالنا عند اقتراب آجالنا، وأطل في طاعتك وما يقرب إليك ويحظي عندك ويزلف لديك أعمارنا
وأحسن في جميع أحوالنا وأمورنا معرفتنا، ولا تكلنا إلى أحد من خلقك فيمن علينا وتفضل علينا بجميع حوائجنا للدنيا والآخرة، وابدأ بآبائنا وأبنائنا وجميع إخواننا المؤمنين في جميع ما سألناك لأنفسنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم وملكك القديم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تغفر لنا الذنب العظيم، إنه لا يغفر العظيم إلا العظيم. اللهم وهذا رجب المكرم الذي أكرمتنا به أول أشهر الحرم، أكرمتنا به من بين الأمم، فلك الحمد يا ذا الجود والكرم، وأسألك به وباسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ذلك فلا يخرج منك إلى غيرك، أن تصلي على محمد وأهل بيته الطاهرين، وأن تجعلنا من العاملين فيه بطاعتك والآملين فيه لشفاعتك. اللهم اهدنا إلى سواء السبيل، واجعل مقيلنا عندك خير مقيل في ظل ذليل وملك جزيل، فإنك حسبنا ونعم الوكيل. اللهم اقلبنا مفلحين منجحين، غير مغضوب علينا ولا الضالين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك بعزائم مغفرتك وبواجب رحمتك السلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم دعاك الداعون ودعوتك، وسألك السائلون وسألتك، وطلب إليك الطالبون وطلبت إليك. اللهم أنت الثقة والرجاء
وإليك منتهى الرغبة والدعاء. اللهم فصل على محمد وآله واجعل اليقين في قلبي والنور في بصري والنصيحة في صدري وذكرك بالليل والنهار على لساني ورزقا واسعا غير ممنون ولا محذور فارزقني وبارك لي فيما رزقتني واجعل غناي في نفسي ورغبتي فيما عندك برحمتك يا أرحم الراحمين. اینجا فرمود سر به سجده بگذار، این طور بگو: الحمد لله الذي هدانا لمعرفته وخصنا بولايته ووفقنا لطاعته. حالا صد بار صدا بزن: شکرن 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 شکرن. وقتی صد بار شکر خدا رو به جا آوردی، سر از سجده بردار، اینطور خدا رو صدا بزن: اللهم انی قصدتك بحاجتی واعتمدت عليك بمسألتي وتوجهت إليك بأئمتي وسادتي. اللهم انفعنا بحبهم وأوردنا موردهم وارزقنا مرافقتهم وادخلنا الجنة في زمرتهم برحمتك يا أرحم الراحمين.